أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأيضا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي سيؤديان هذا الاثنين زيارة إلى تونس، ذلك بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد. تأتي الزيارة وفق بيان صدر عن الرئاسة للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة البلدان الثلاثة من أجل بلورة تكتل مغاربي جديد. وكان أيضا القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر بداية شهر مارس الماضي على عقد لقاء مغربي ثلاثي كل 3 أشهر يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان. وخلال اللقاء بحث الرؤساء الأوضاع السائدة في المنطقة المغربية وضرورة تكثيف الجهود وضرورة توحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب، وذلك بحسب بيان للرئاسة الجزائرية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من الجزائر الصحفي الأستاذ شهاب محمد فارس. سيد شهاب تحية طيبة، أهلا بك في تغطية هذا الملف تحديدا. بداية، ما المرتقب من هذه القمة الأولى إن صح التعبير بما أنه هي على المستوى الرئاسي، وأيضا ما هو سقف التوقعات منها؟ بداية، إذا تحدثنا عن توقعات هذه القمة التي ستعقد يوم الاثنين كما ذكرته رئاسة تونسية في لقاء سيجمع الرئيس التونسي قيس سعيد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوسف المنفي، يجب أن ننطلق من منطلق ربما فكرة تأسيس هذا الكيان الذي قال عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد لقائه مع يوسف المنفي ومع قيس سعيد بالجزائر قبل حوالي شهرين من الآن. قال إنه التقى مع قادة الدول الأفارقة الشمال إفريقية والمغاربية وتحدثوا عن ضرورة خلق كيان مغاربي أو كيان شمال إفريقي لتوحيد الرؤى ولمجابهة التحديات المشتركة. يجب أن نعلم بين الجزائر وتونس وليبيا هناك تحديات مشتركة سواء كانت من الناحية الاقتصادية أو كذلك من الناحية الأمنية والسياسية، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهذا ما استند عليه المحللون السياسيون والمتابعون للشأن الإقليمي في شمال إفريقيا بصفة عامة أن دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعقد هذا الاجتماع بين الرؤساء جاء لخلق كيان شمال إفريقي أو مغاربي، لم تتحدد التسمية بعد، لكنه أكيد سيكون لتنسيق الجهود بخصوص التحديات الأمنية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، هذه البلدان التي تواجه تحديات أمنية مهمة على سبيل المثال أو أهم ظواهر تلك المتعلقة بالحركات الإرهابية في دول الساحل، كذلك ما تعلق بالهجرة غير الشرعية، وهناك أيضا من الناحية الاقتصادية ملف الطاقة المشترك والمناطق التجارية الحرة التي سيتم إطلاقها بين البلدين. طيب، بين البلدان. سنعود لهذه النقاط التي ذكرتها سيد شهاب، ولكن يعني العديد من التساؤلات بدأت تطرح بالفعل عن الحاجة لأي تكتل جديد طالما أن هناك تكتلات قديمة قائمة بالفعل مثل الاتحاد المغاربي مثلا، ويعني بعض الاتهامات التي بدأت تكال باستبعاد بعض البلدان من هذا التكتل. في هذه النقطة يجب أن نعود كذلك إلى الخلفية التاريخية. صحيح ما تفضلت به، الاتحاد المغاربي موجود والجزائر لازالت تؤمن بهذه الفكرة، كذلك هو الحال بالنسبة لليبيا أو بالنسبة لتونس، هذه البلدان الثلاث الذي إذا تحدثنا عن الاتحاد المغاربي يجب أن نشير كذلك أن هذه البلدان الثلاث تشكل أغلبية هذا الاتحاد المكون من 5 بلدان. أما عن الاتهامات أو عن هذه القراءات التي قدمت من قبل بعض المتابعين للرأي العام المغاربي وللساحة الإقليمية بصفة عامة، رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون وهو صاحب الفكرة هذه وهو الذي صرح به أولا للصحافة في قمة الغاز الذي انعقدت بالجزائر، يجب أن نعلم ونعود إلى الخلفية التاريخية المتعلقة بالاتحاد المغربي. هذا الاتحاد لم يلتقي ولم يلتئم على مستوى الرؤساء منذ سنة 1994، أي منذ حوالي 30 سنة
لم يلتقي رؤساء هذا التكتل، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قبل حوالي أيام من الآن، وفي رد على أسئلة صحفيين بخصوص هذا السياق قال إن الجزائر لازالت مؤمنة بالاتحاد المغاربي، كذلك هو الحال بالنسبة لتونس وبالنسبة لليبيا، لكن وصف أن الاتحاد المغاربي يعيش حاليا في حالة غيبوبة، وذكر متابعون حسبهم أن وفقا للتحديات الأمنية المشتركة، وفقا للتحديات الاقتصادية، وفقا كذلك لمطالب الاتحاد الإفريقي أو باقي التكتلات، يريدون فضاء شمالا إفريقيا جاهزا للحديث وتوحيد وجهات الرؤى. لكن يجب أن نشير ويجب أن نوضح كذلك ربما تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه قال وصرح أنه تحدث مع الرئيس الموريتاني كذلك بشأن هذا الاجتماع، وأطلعه بالنتائج وبمخرجات الاجتماع السابق الذي جمعه بيوسف المنفي وقيس عيد. طيب، تحدثت عن المجالات التي سيعمل عليها هذا التكتل، إن كان مكافحة الإرهاب، الطاقة، وأيضا التعاون الاقتصادي والتجاري، ولكن يعني بعض البلدان منها ليبيا تعاني مثلا من العديد من المشاكل، تونس هناك ضغوط اقتصادية كبيرة، وبالتالي كيف يمكن يعني الاستفادة من جوانب الإيجابية ونقاط الإيجابية، وأيضا مساعدة البلدان بعضها لبعض باختصار لو سمحت. نعم، إذا تحدثنا عن هذه النقاط فأنا نقول أن حسب العديد من المحللين الاقتصاديين والخبراء في هذا المجال يرون أن الأرضية مهيئة بين هذه الدول. أولا يجب أن نعلم أن المقومات المجتمعية والثقافية والدينية واللغوية موجودة بين الجزائر وتونس وليبيا. أما هؤلاء الخبراء يرون كذلك أن التجارة البينية بين هذه البلدان تبقى ربما في غير المستوى المأمول والمنشود، إذ يرون أنه يجب أن تزيد الحركية التجارية بين بلدان المنطقة، وعليه يجب أن نتطرق ربما هنا إلى مشروع كذلك موجود يتعلق برغبة، ومشروع سيتجسد في أجال قريبة حسب ما صرحته الجزائر، يتعلق بإنشاء مناطق تجارة حرة بين هذين البلدين للرفع من قيمة المبادلات التجارية لك. أسف المقاطعة، الحقيقة الوقت المخصص لهذا الملف قد انتهى بالفعل، الوقت محصل للنشرة أيضا يشرف على النهاية. كان معي من الجزائر الصحفي الأستاذ شهاب محمد فارس، شكرا جزيلا لك.